سعد الله صباحكم اعزائي المشاهدين والمشاهدات، حلقه جديده من بروفايلك في النسخه الثانيه من برنامج حياتك، معي انا هاني العنزي وضيفي الدائمين حاتم الشهري ووليد الشمري، واليوم معنا ضيف جديد وغادرنا ضيف الحمد لله ربنا مو موجود اليوم على الحرامدي الحمد لله الاستاذ علي، الحمد لله مو موجود، له فقده صراحه ولا له فقده ولا شيء. طيب هذا رايي. لا احتفظ برايك لنفسك. ليس له، انت رايك نفس رايه. انتوا كده تتغدون دائما جبل وحضر جبل، ما في جبل، غاب جبل وحضر جبل، ولا غاب جبل ولا شيء، غابه سهل والامور طيبه و... ضلع ما نرضى ما نرضى غاب ضلع الامور طيبه. علي علي جبل والله كبيره، جبل ابو علي خضبه. يعني نختلف مع علي في اشياء كثيره صراحه، لكنه يبقى استاذ كبير في مجال السباحه. انا اتفق معك في مجال السباحه، يعني ممكن مع انه ما يسبح الا شوط واحد. لا يقول اذا سبحت انا كتفي تتورط شوط كذا، لكن علي انا ما اخونك، عشان اذا غبت انا ما اذا نتفوني تدافع عني. الله علي لك فقده، الله اكبر عظيمه. حياك الله ياسر. الله يحييك ويبقيك طال عمرك. مرحبا يا مرحبا، تحيه وليد واخ حاتم. ازيك استاذ ياسر، عامل ايه؟ ربنا يخليك، تحيه ليكم جميعا، وان شاء الله تكون حلقه خفيفه ولطيفه على 45 يوم في مصر. 45 يوم من ولو قعدت 100 يوم هو من 10 قوم من 40 يوما. انت 45؟ انا 45 يعني أوكي. بونص 5. لكن من اجمل الايام حقيقه كانت في 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 مصر، رغم انه يعني ما هي رحله سياحيه لانها ممتعه جدا، رحله عمل مسلسل، وباذن الله يظهر بشكل مميز على قناتنا الحبيبه قناه بداية. بنتكلم عن هذا العمل وايش قصته وكيف سيظهر على شاشة هالقناة، لكن حدثني عن ذكريات الأماكن. الأماكن هذه ولا الأماكن اللي هناك؟ لا الأماكن هذه يا رئيس. والله شوف، أنا في الأول والأخير ابن لهذه القناة. إذا ما تواجدت في برنامج معين مو معناتها أني والله مختلف عنهم أو أني بعيد عنهم، قلبي معهم وتواجدي معهم. هذا الكلام ليس له أي علاقة بالذكريات ولا الأماكن. طيب أنا سألتك عن ذكريات وأماكن، خلنا نكمل إجابتي عشان توصل لك الإجابة كاملة. يعني دائما تستقطع. أنت ياسر جاي للذكريات والأماكن الحين؟ إي جاي للذكريات. أنا مستعجل بسرعة. لا تستعجل. أوصل لا تستعجل، أنا جاي شوي رايق، ما جاي رايق، ما أحب الهواش. حنا رتمنا سريع. لا أنتوا رتمكم هواش متهور. لا مو متهور، هواش. لا أنا أتكلم عن الرتم الإعلامي الجيد. دقيقة تعال. لا معليش، أوكي احترمنا، أهلا وسهلا ومرحبا. لا ما هو بهواش. تفضل. طبعا لا ما هو بهواش. أنت قاعد تهاوش. لا أبدا. تفضل. لا باقي ترى ما ماجي ما هوش. طب اسلم. لا هذا حوار. أكمل إجابتي ولا؟ لا تكمل إجابتي. طيب تفضل. هذا حوار. ما أدري أنا بصراحة، ماني عارف من اللي يدير الحوار. ما هذه تداخل من عندي. لا في إدارة الحوار يقول المفروض أن المقدم يقول. بس إنه أنت ذكرت معلومة خاطئة، لابد نصححها فقط. تفضل. أنت تقول هواش ولا ما هو هواش؟ لا أنا قاعد أصحح على حسب اللي قاعد أشوفه. رياليتي وكلنا نتداخل. طيب حلو، أكمل إجابتي. السؤال واضح. لأنه الذكريات والأماكن، إيش دخل أنا ابن القناة؟ طيب أكمل إجابتي كاملة عشان توصل الصورة للجمهور. انا ابن القناة وصاحب، يعني صاحب سعدين كذاب لو سمحت، انا ابن القناة وصاحب مالك يعني صاحب شان عندي ادارة القناة ولي صحبة معهم بغض النظر عن تواجدي في برنامج او عدم تواجدي. بالنسبة لبروفايلك يعني او حياتك الموسم الاول وبروفايلك خصوصا، يعني ممتع جدا، مو بعشان والله مسألة الشباب الموجودين معنا في الجروب، ولا هي على مسألة القناة، ولا هي على مسألة اللوكيشن، ولا هي على مسألة المتسابقين. العمل تكاملي في الأول والأخير. يعني تواجد ياسر أو عدم تواجده، يعني بالأول والأخير تواجدي أو عدم تواجدي هو سينجح البرنامج في إطار. طيب أستاذ ياسر، عموما أستاذ ياسر، هذا الجواب هو جواب لسؤال كنت لا أنا أجاوبك. الذكريات أيوة جميلة. الذكريات وعلى الرفوف تنادي جميلة. بس شكرا يا اخي، خلاص. بس احب اوضح الذكريات جميله. سلام. لا والله جميله ياسر. جميله جميله. لا يا ياسر لك فقده بعد لمتنا جميله. لمتنا جميله. تعرف هذه؟ لازم تعرفها، لازم. هذه من الذكريات الجديده. ياسر يمكن تغيرت اشياء، تغيرت على قولتهم اشياء في الموقع. الهنجر ولد له ابن ثاني، صار هنجرين. تحسنت ولا ليس تغيرت؟
القوة الثانية كبرت وصارت المجموعتين. الكون تغير يا رجل، زاد كوكب ثامن الآن. كوكب ثامن. نعم صحيح والله. يعني في أشياء تغير، لكن اللي ما تغير إنه حضورك جميل. حبيبي الله يسعدك. وأتوقع إن اليوم بناخذ شيء من نقدك اللي كان فيه لطافة، يعني شيء على فضاضتنا يعني شيء. مو مسألة لطافة. نقد إعلامي. نقد إيش؟ إعلامي. يعني مما يعني ان غيرك ليس اعلامي يعني؟ لا ما انت لا تأول اجابتي على حسب انا اسال داخلك. لا انا اقول لك نقدي اعلامي ان شاء الله. طيب وغيرك كيف ان شاء الله نكون نقدهم اعلامي بيه. ها ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. انا امل. طيب انا جالس اقول لك نقدك لطيف. طيب شكرا جميل. ونقدك اعلامي. الله يسعدك يا رب. لكن ابغاك تجاوبني على كم سؤال. جاوبني على كم سؤال تفضل. اول سؤال، وش رايك بالمجموعه الاولى والثانيه؟ من تشوف كفكره؟ لا لا كمجموعتين. لا انا بتكلم بشكل عام، لاني حقيقه ماني متابع حقيقه البرنامج بشكل مفصل، لاني انا تعرف كنت في مصر اصور المسلسل، وتعرف اتابع مقتطفات فقط من اليوتيوب، اتابع بعض الحاجات واللفتات. والله جد ايش المشكله يعني؟ ترى عادي انا ماني متابع. لو اني متابع لتفاصيل البرنامج انا بجاوبك بكل صراحه، حتى لو انك طلبت مني انتقاد معين لشيء معين. انا بصراحه اللي لفت نظري أسماء بعض المتسابقين، إلى الآن أنا ما عرفتها، وفي متسابقين حقيقة أسماءهم برزت لأكثر من سبب، يعني مو بلازم يكون سبب إيجابي يعني. طيب خلنا نأخذ الأسماء اللي برزت والأسماء اللي ما برزت، لأنه يهمني أني أسمع تعليق واحد مثلك بعيدا عن المزح واستهبالك أو شيء. إيه حبيبي. نأخذ العناوين ونرجع لنقاش هذه العناوين وفكرة الدراما على أعتاب بداية. العناوين. احتويني ولا تشردني، الأولمبياد بانتظارك يا بطل. طقطقة السويلم على صباح حياتك. الخوف سيد الموقف. أوركسترا تعزف ولا تعرف. حياكم الله من جديد. من أين أبدأ؟ من أين أبدأ والمحامد كلها لك يا مهيمن ويا مصور ويا صمد؟ نبدأ من سعادتنا بتواجد ياسر عباس. شوف وفي نقطة ذكرها ياسر، إن قال ما أنا متابع، لكن أحيان الانتقاد يكون على الموقف اللي قدامك بغض النظر عن الأشخاص، وهذه هي الفكرة الأساسية، إنك تجرد كل المعايير اللي أنت تقيس فيها بالحكم على الأشخاص وتركز على التصرف اللي قدامك. بالضبط. بعض الأحيان النقد يكون للموقف، والبعض يعتقد أنه لشخص الرجل، وهذا ذكرناه كثير بعيدين كل البعد. في تفصيل في هالموضوع يعني، معلش وقطع كلامك. في تفصيل في مسألة النقد يعني. أوكي أنت تنتقد الفعل نقد، وهذا هذا الصحيح، أنك تنتقد الأفعال ولكن لا تنتقد الأشخاص. لكن هل النقد اللي تنتقد للفعل نقد بناء ولا نقد محبط هادم؟ لأنه عادي أنك تنتقد نقد بناء ولكن قاسي، لكن بشرط أن يكون بناء. هذا بالضبط اللي بتكلم عنه هنا. البعض يعتقد أن النقد اللي يطرح ببروفايلك أنه نقد هدام، ولكن ربما أنه نقد جيد لكنه بطريقة قاسية أحيانا. هذا اللي لازم يفرقون بين المتسابقين وأيضا المشاهدين، وذكرناها كثير، لكن البعض يحتاج. لا احنا والله تكرار. قلنا موضوع انه بعض الناس النقد الايجابي كان سما له، نقدناه عفوا مدحناه وكان النقد بشكل ايجابي وجبنا له كيكه فعاد سيئا. فبعض الناس يعني ما ينفع معها. لا هاني انت تذكر، انا يعني بصراحه انا من اشد المعجبين فيك يعني حقيقه كشخص اعلامي. ذكرت في برامج سابقة وما زلت أذكر هذا الفيديو، أنك تقول أنه النقد ينقسم إلى قسمين، نقد بالترهيب ونقد بالتحفيز، صح ولا لا؟ النقد بالترهيب اللي هو مثلا يا ولدي شفت هذا اللي يشتغل بالشمس وإلى آخره، إذا ما تفوقت بتصير، إذا ما تفوقت بتصير مثله، صحيح؟ وفي النقد الثاني اللي هو ما شاء الله شفت المدير هذا اللي عنده فلوس واجد، إذا تفوقت بتصير مثله. أنا قاعد أشوف النقد بالترهيب عند هاني واغلب الشباب نوع فيهم يعني، ولكن ما شفت النقد بالتحفيز الى الان. انا ما يعني
او اذا كان موجود بشكل نادر بسبب انك ما تتابع. بس لا، مو مساله اني ما اتابع، انا اشوف ردود الافعال، اشوف بعض الملخصات اللي زي ما تشوف. طيب شوف لا بس تسمح لي بس ردود الافعال. ردود الافعال تعرف ليش؟ لانه في افعال ليس لها ردة فعل. يعني مثلا لما اقول فلان كويس ما في ردة فعل، لما امدحه ما في ناس. انت ليش تنتظر ردة الفعل؟ الناس احنا ما ننتظر، انت تقول انك انت ما تشوف. لا لا مو انا ما قلت اني ما اشوف. لا هو يقول لا انت تقول انك ردة الفعل. بس اوصل لك الصوره كامله عشان تفهمني. انا اتكلم انه في، انا ما قلت لك انه معدومه مساله النقد بالتحفيز، ما قلت لك انها معدومه، لكنها قليله اذا جيت تقارنها. ليش تعرف ليش؟ تعرف ليش؟ ايه لانه انا الحين انت قلت كلمه حلوه، قلت انه في تكامل سواء ياسر موجود ولا مو موجود، اهم شيء التكامل يكون مستمر والقناه. جميل. احنا لسنا كل شيء في هذه الارض، فصح انه ممكن مشاهدات اكثر، في حضور اكثر، لكن لا يعني ان بروفايلك هو كل شيء في البرنامج. صحيح. فيه بروفايلك بلس يمدح، في فقرات كثير تثني، في مقدمين مطبخ كله مدح، في يعني في عرفت. فانا لازم انا اعتقد اني احقق هذا التوازن في برنامج ممتاز. فطريقه تحقيقي للتوازن هي خلينا نقول هي اجتهاد شخصي، معيار شخصي يقبل الصح والخطا. احيانا بعض الفقرات يعني اسمحوا لي يعني تحس انهم ياخذون فائده من بروفايلك، من ناحيه احيانا نقد بروفايلك يكون قاسي شوي، انا بفقرتي اقدر استفيد من الشيء هذا اني اجيب العكس، لان ما في احد يحب انه يذكر شيء سيء عن شخص سوى تصرف سيء. انا مشاهد، انا انظر للحدث اقول هذا تصرف خطا. التفسيرات والتبريرات في بروفايلك نتركها بالكونفشن روم، يجي المتسابق يقول انا عندي كذا كذا كذا. الكونفشن روم وبالرياليتي هو حر. ايوه يعني حنا والمتسابق. اي فقره ثانيه يجي عند المتسابق انت سويت كذا وكذا، لان يعني يبرد السالفه او يقول تبرير المتسابق قاله. فانت بالحاله هذه ياخذ الفائده عند الجمهور وشيء زي كذا، لكن انا اللي يهمني بالموضوع هذا المتسابق نفسه. المتسابق بنفسه بعد ثلاث شهور راح يعرف ان الفائده له كانت في بروفايل. يعني وليد جالس يقول لك فكره يا حاتم مهمه، في ناس جالس يقول انا ما اخاف اتكلم انجلد. نعم. كلمه انجلد اخاف ينتقدون الجمهور. نعم. انا اراعي نفسيه المتسابق. نعم. ما هو يراعي رئيس. لا ما هو يراعي، يراعي نفسيه جمهور الجمهور حتى يقول يقدم بتقديمات اربع دقائق. من اللي يقول كذا؟ ترى هذا مو كلامي، بعض الاراء تقول كذا، وهذا بعض الاراء اللي قيلت في الهاشتاج، ترى انا فقط اوصل المعلومه، ترى ما هو برايي، انتبه يعني يا جمهور لا تضغط علي، ترى انا فقط اوصل وانتبه والله اكبر، ورد على بروفايلك وطلعني منهم وكذا. لا معليش، عشان ايش يبقى في الغيمه؟ ما يبغى. إذا تسمح لي، إذا تسمح لي، سبحان الله ما تبغى يا أخي، ما تتحمل النقد. طيب بس 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 النقطة هذه بس تكفى ثواني. هي نقطة ما تعد ثانيتين. أنا بصراحة الشخص اللي يقاد بهالطريقة لا يستحق أن يكون أصلا مقدم فقرة، مع احترامي الشديد، أو أنه يكون متواجد في الفقرة. كل واحد له رأيه الشخصي، أنت عندك شخص رأيك الشخصي بغض النظر هو قاسي، هو نقد بناء، هو نقد هادي، هذه شخصيتك وطبيعتك. أما أن الجمهور يقودك لطريقة أو أنك يتحكم فيك الجمهور، هذا الجلس يصير. معليش هذا الجلس يصير. إحنا سمعنا ناس، لا لا نشوف، لا لا يعني يقدم يعتذر أربع دقائق. ليش مثلا قلنا له ليش قيمت كذا؟ قال هذا صاحبنا وما نقدر. قلنا له ليش غيرت معايير المسابقة؟ قال لانهم كويسين وانا حابهم وخايف الجمهور يجلدني. ممتاز. قلنا له يا فلان ليش المجموعه هذه تاخذ احسن من المجموعه ذي؟ قال يا اخي ما هضمتهم. في اعتبارات شخصيه. هذه مصالح. معلش انقالت على الهواء؟ لا انقالت. ايش رايك يعني؟ لا وغير كذا غير هذا. انت استاذ احنا شاركنا مع بعض كم برنامج في كلام اليوم بروفايلك؟ يمكن تتوقع ان حنقول شيء تحت الهواء؟ على الهواء. لا 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 لا, 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 لا بس يعني في واحد طلع معي هنا قال الجمهور يجلدني. يجي لا لا يقول ما هضمتهم مثلا، يقول انا ابو علي، ابو علي في المطبخ تكلم عن المجموعه هذه وقال انا ما ارتحت لهم، ما هم نازلين لي من زور، كلام زي كذا هنا عند الباب، والمجموعه دي نفسيين، والمجموعه دي في كلام كذا قالها يعني بانفعال، يعني مجرد انها طقطقه ولا قالها؟ لا غير منفعل ومروق وبرا المسرح، برا المطبخ هم يسمعون يفترض، بس هم شيء يسمعوا. وتقييماتهم يا اخي جالسين نشوف تقييماتهم يخسف بها. طبعا الحين الخطه البديله عنده طويل العمر شو يسوي؟ انه الخطه البديله بروح امدحهم واقول لهم كلام حلو، بعدين اعطيهم تقييمات عاليه عشان الخبط الجمهور. طيب معلش ممكن أنا سؤال، كم صار له الوضع هذا؟ والله من بدايه البرنامج؟ لا مو لا لا مو من بدايه، من اول برنامج. لا من ثلاث سنوات. من ثلاث سنوات؟ من ثلاث سنوات. طيب العتب مو بالعب والي.
على مين؟ على إدارة القناة. يا سلام عليك. قلنا الكلام ذا. هذا بحث سوي. تتوقع ياسر ما قلنا؟ قلنا العتب على سامي الجعوني مو بعده القناة. سامي الجعوني. وحتى أنا طالبت بتغيير سامي الجعوني أصلاً. وحاتم طالب بتغييره قال. لا مو مسألة تغيير يا جماعة. المسألة بكل بساطة معايير واضحة يمشي عليها المقدم مثل ما أنتم مثلاً عندكم معايير معينة مثل ما فقرة نقول بروفايلك بس عندهم معايير معينة أو حاجات سكريبت معين يمشي عليه. ما عندهم معايير معينة. جيب فقرة ثانية. لا غلط عنده معايير معينة يمشي عليها انتهى الموضوع هذا ترى حلها ما هي قوة ثانية مثلا او بساتين هذه لهم دائما مثل الاشياء هذه احيانا بعضهم يحط اشياء ومعايير لكن تصادف بعض التغيرات انت لازم تكون حاسب لكل التغيرات ولو انك مثلا جديد ماسك الفقرة ما اعتقد ان يعني ممكن نعطيك مدخل انك تقول ما كنت تدري مثلا متسابق طلع من احط بديل الاشياء هذه أنا بالنسبة لكن بس انت لك كم موسم لازم تدارك الخطا هذا وتكون عارف كل الاحتمالات اللي ممكن تصير. بالنسبه لي انا مثلا على سبيل المثال ابو علي على عين وراسي شخصيته تعجبني مثلا نقول مثلا انه والله عامل لي جو على الهواء في مو مجرد انه مثلا شيف موجود لا والله عامل لي جو لكن انه انسان مثلا انا مو اقصد ابو علي اتكلم بشكل عام انه والله بياثر على 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 متسابق او انه بيظلم متسابق وما يخليه يوصل لمرحلة الفوز أو المركز الأول هذه بحد ذاتها أنا بدون أي اعتبار بدون أي مقياس هذا على طول حتى لو أجيب واحد هادي ما يتكلم في الفقرة بس أنه ما يظلمني متسابق شوف أنت قلت كلمة حلوة تو أبو علي ما نتكلم عن شخصه أي ما تكلم عن أبو علي هذا اللي حنا نتكلم عنه من البداية ترى أنا يوم أتكلم ما أتكلم عن شخصك ويشوفون الناس برا بالسناب تويتر تعاملنا جميل مع بعض نتكلم عن العمل ممكن البعض يعتقد أنك انت ليش تنتقد فلان وليش ما تنتقد فلان وانت قبل ما انت راعي الطريق هذا ولا مالك بال ما كنت تنتقد هذه كل الاسئله اللي قاعده تدور مثلا قبل بالحياه العامه يا ياسر والشباب شفت على واحد خطا اذا انت من محبته بتنصحه تقول له ولا بكيفه يعني بتصرف ياخذ راحته فيه انا مالي دخل فيه هنا بالفقره هذه لا ما في شيء انا مالي دخل فيه هذا صار وهذه مسؤوليه عليك انت وكل شيء لك علاقه فيه اذا سكت وشفت تصرف غلط وانت بنظرتك ان هذا التصرف غلط وسكت وقلت لا يمكن 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 كذا انت تكون ظلمت نفسك وظلمته هو لازم يكون لك تحليل منطقي للحدث باختلاف وجهات النظر حطها بين قوسين بس اعطيك مثال تحليل منطقي اعطيك مثال قلت لكم اليوم المطبخ صار فيه خلل حلو وجاء ابو علي جاء السويلم قال ابو علي يا طويل العمر كيف نقيم تذكر في رصيدك لما يخرب المطبخ ولا يخرب الفرش كان يسوي ابو علي يعطي المجموعه درجه لان الخلل من عنده جميل اليوم قال انا ماليش دخل انا خايف الشيخ قال لي يقول انا لا ارى ابو علي يا طويل العمر في جهه الاتصال هل اقوم بالبحث عنه في موقعه في مواقع حسب الاسم هذا سيري سيري اشتغلت قال انا لا ارى ابو علي طويل العمر يعني انا والله ما يدخل هو لقط الكلمه هو لقط الكلمه ابو علي يا طويل العمر هو لقط شوف ما ابو علي في مسيرته معروف بتعديله للقوانين في لحظات زي قبل امس الاكسو يقول ثلاثه شفتوا ثلاثه في التقييم اللي قبل امس اثنين الظاهر هو يقول ثلاثة أنا عدلت ثلاثة عشان أسوي مدري شو لأن هم ثلاثة كانوا متأخرين اثنين في العزل ما في ثلاثة يا أبو علي في إكس أو إكس كنت حط صفر يعني ولا شيء بعدين حطيتها خمسة معليش إذا تسمح ممتاز اليوم أبو علي يقول أنا مالي دخل في التقييم لا قال كلمة بالبداية بعدين غيرها أنا استغربت منه قال إن شاء الله بقيمهم بشيء اللي يرضيهم وكذا أقيمهم بشيء اللي يرضيهم شوف قال أنا أتذكر هنا مثلا في تقييم بالشم تقييم بالنظر يعني وفي تقييم بالذوق فأنا قلت أبو علي الله يجزاه خير اليوم وصل مرحلة عالية من التقييم وصل التقييم بالتخيل يعني قال أبقيمهم باللي يرضيهم ما سوى شيء طيب أنت شلون تقيمهم بالشيء هذا وكيف راح تدارك الوضع السبت في مجموعة طيب سؤال وفي سؤال تعوض الشباب اللي اليوم الآن في حلول بديلة يعني سيد رصيدك كان يأخذهم الخيمة يطبخون ما هي مسألة خيمة في طبخات بسيطة ممكن قدر الضغط ويشتغلون الربع هنا ويخلصون طبخة في نص ساعة 45 دقيقة أوه صح أبو علي ما أعرف هو لازم 5 ساعات يعني نبغى دقيقة يعني نبغى هاني الله يرحم والديك بكره برايم دقيقة باختصار يا جماعة المسألة ما في بنود إذا ما أنت ماشي على بنود خلاص يا أخي أنت بتجلس على هالمنوال يوميا في بنود وين هالبنود؟ طيب أنتم ليش تتكلمون؟ البنود في زيد رصيدك سبعة دشنها أبو علي في يوم 87 لا موجودة طيب الحين أنا بسأل سؤال طيب أنا بسأل سؤال أنا بسأل سؤال أبو كاتم كل أسبوع يدخل
يخصم على فلان 500 ويخصم هنا 1000 ويخصم هنا 1500 ويخصم ويخصم ويخصم. ليش ما جاب طاري المطبخ؟ هل جاب طاري المطبخ ابو كاتم في زد رصيدك ومنع ابو علي؟ زد رصيدك الحين اتكلم عن البرنامج هذا. والله يا اخي اصلا ما ادري يعني ابو كاتم بعد يعني لا ابو كاتم والله في حياتك يعني لا صار يا اخي حيم يا اخي يعني ما هو اللي ابو كاتم صار حيم صار حبيب يسمع متسابقين يقول يا شباب الله هديكم ابو كاتم يا شباب خلص ابو كاتم جلاد يقطع الهواء يقطع الفقره يسوي معلش معلش المتسابق لما يلقى اجحاف في الفقرات انا ولما يلقى تدري اعتقد ان الحين ابو كاتم الحقيقي متلبس حاتم والله العظيم يعني حاتم صار يجلس اكثر من ابو كاتم. طيب بقول لك شيء لما المتسابق نفسه يلقى اجحاف من ابو كاتم ويلقى اجحاف من الفقرات ويلقى اجحاف من تقييمات المطبخ ويلقى اجحاف من بروفايلك مثلا ويلقى اجحاف من جميع الفقرات طيب طبيعي انه يطالب حقه طبيعي انه يلقى على الاقل طرف حتى لو انه ابو كاتم يا اخي يلقى طرف انه يتعاطف معه ويتكلم معه بس انك تطالب بعد انك تقول ابو كاتم والله يرحم لا شفت بالنقطه تقول اجحاف وش تعريفك للاجحاف وش اجحاف ابو كاتم لا انا ما اتكلم عن اجحاف ابو كاتم الحين اتكلم عن اجحاف مثلا فقره المطبخ انت تقول اجحاف المطبخ انا اقول لك الحين اتكلم عن المتسابق لما يلقى اجحاف تصور فقره المطبخ خلونا نشوف مقطع فقره المطبخ اليوم كيف ابو علي قيم المتسابقين رول شو وضع التقييم والله التقييم ان شاء الله نشوف بالنيه لا مو بالنيه نشوفوا الوجيه شوفوا الوضع يعني احنا نشوف اليوم الوضع ايش بيصير فيه طبعا الوقت الان يعني الساعه 2 ما مع الشباب وقت حتى لو انه رجعنا على المطبخ ما بيكون معهم وقت كافي لان عنده طبختين اليوم ما راح يكون عنده وقت كافي سواء طبخوا اما طبخ بيجي بيغلق يقول انتم ما جهزتوا طبختكم صح يقول بيعترضوا بيقولوا وقتكم فان شاء الله إن نراجع فيها الإدارة ونشوف شو وضعها بالنسبة للوضع اليوم أنه بيكون إن شاء الله للشباب رياليتي وسوالف إذا ما في أي إمكانية حتى واشتغل المطبخ طبعا ما في أي يقول لك رياليتي وسوالف يا جماعة بالله طالبكم طلب يا حاتم سمت فضل اليوم خميس بطلوا يا الربع في حلا وفي أمور واليوم خلوها رياليتي في كيكة ماما ما أدري شو ذي ونشوف المسألة تتقيم بس ترى بتسبب لنا مشكلة هذه مامة مين يعني كمان ياخذ المامته وش هذه؟ هذه الكيكة لا كلنا طيب انا عندي سؤال ما لا سؤال ولا شيء خلنا نسولف لا واضح من كلام ابو علي اقول لك شيء واضح من كلام ابو علي انه متوهق ما يدري شو يسوي طيب ورا ما انت متوهق زيي ونسولف يا الربع خلنا نبسط على جيبوا لنا قهوة والله خلنا نشب هنا ونسولف جبتوا جاكيتات؟ جاكيتات ايش جاكيتات؟ طيب شوف مثلا انت تقدر تدارك الوضع بطل نقد برنامج خلنا ناخذ رياليتي والله أن يق شو اسمه هذا حلال غير الله يعطيهم العافية والله القهوة مضبوطة في المخ يا شباب ما جبتوا لنا قهوتيش ما جبتوا لنا شو اسمه هذا ملاعق يا متسابقين بس جاء صايح علينا سلطان هنا ومشى صايح علينا ومشى قهوتيش دي أي شيء قهوة ذوق أي شيء بلا شو اسمه قال إيش قال برنامج واقع خلاص يا أخوي طب أنا بس نقلبها ريالتي طب بس السؤال علمني كيف الجو في مصر دقيقة بقولك شيء الحين جد والله جد بس السؤال الحين لنفترض افتراض انه ما قيمهم البرايم بكره بعد بكره بعد بكره البرايم بعد بكره أيوة. طيب ايش السوات السوات يا طويل العمر بكره في فتره في فقره مطبخ بكره لا الجمعه ما في السبت فيه بيوم البرايم فيه مطبخ طيب ليش ما يسويها الجمعه طلع حل على ثاني ليش ليش ما يسويها ليش ما يسوي فقره بكره اللي ضاعت امس بكره اليوم بكره في بكرة. فقره الظهر ريالتي في ريالتي طيب اوكي من الاهم نقاط متسابقين ولا ريالتي لا ريالتي مع مقدم رسمي حلوه حلوه اليوم ابو علي سوي ريالتي بكره سوي المطبخ والله حلوه شفت شوف شوف يوم سوينا ريالتي الحين طلع لنا حل مو سوينا ريالتي قعدنا نتكلم على بروفايلك لا جد الحين انا معليش مع احترامي جدا جدا لمقدم فقره الريالتي بكره ونعم فيه وعلى ما كان غايب الاسبوع الماضي هو فارس ولا مين ما ادري هو بس واحد كان غايب الاسبوع والله نعم فيه لكن الاهم هل هي نقاط المتسابق اللي راح يخسرها او راح يكسبها بالظلم على اخويا معلش يعني مثلا نقول اعطاهم نقاط كامله هل هم يستحقون نقاط كامله ولا لا ما تدري يمكن معايير تختلف بالضبط. يمكن الطبخه والله تصير فيها مشكله النظافه فيها مشكله الحضور التاخير هذه كلها اشياء طيب فعلى كذا انه يا يسويها الجمعه على سبيل المثال ولا يشوف حل مثلا لو بالليل يعني معلش نقاط المتسابق بالنسبه لي اهم من ايش مين يا ابو سلام مرحبا والله المعلومية سلطان سلطان من ايوه مدح لا جد انا ما اتكلم بصراحه ربع يعني سلطان انا اللي معرفه فيه قبل البرنامج هو معي في ون ستيج
في دفون الستيج المسرحية. شوفه مبدع. وغير انه يملك صوت جميل يملك موهبة تمثيل، اتمنى انه يكثر منها. ابشر بالسعد. يعني انتم مختصرين وضع على كلاكت. انفرع المحلات. والله على طاري كلاكت او شي حياك الله سلطان. تمثيل الشباب بالريالتي والفقرات افضل منها. بالله مو ريالتي الحين. والله. الوضع ريالتي ونقطع كلامك هذا المام. طيب ورا مره كل عام وامي وام الجميع بالخير ما شاء الله. طيب ورا تقول ورا ام هناك فلذلك انا والله تعبت. اسمنا تربع انا والترامس هنا. سلام يا مال عاد شكرا لك. انا ممتن لك والله. ودي نروح هناك ريالتي الربع وشو البرنامج وشو كذا عشت. وانا اترك للاداره الموضوع، انا ما دخل الموضوع. هي مجرد اقتراحات هنا نوصلها للاداره انه على الاقل يلقون حل، لانه في الاول والاخير حتى لو كان الموضوع مبهم المتسابق بيقول له خلاص بنضبطك، فما تدري المتسابق الثاني حتى اللي ما شارك في المطبخ له الحق يعرف هل هو اعطيته درجه كامله على حسابي ولا ما اعطيته ولا اي. يعني ابسط طريقه لو قالوا نعطيكم الدرجه كامله والله اني ضبطكم بريالتي ما تشوفونه بحياتي. قلت شفتوا متسابق عند ريالتي ويطلع لك تقارير في ريالتي انت شلون شلون اشوف عندي ريالتي وبنص الريالتي يطلع لك فيديو انت احسن واحد بعد شلون ايش رايك الحين وقت الريالتي هذا حق المطبخ صار ريالتي فقرة ريالتي وين حاتم؟ دقيقة خليني باخذ قهوة حسيت اني جلدي جلدي اوركسترا عازف الاوركسترا او عزاف الاوركسترا بادوات الرعاة تشوفوهم بالله فقر عازفين عازفي ريالتي احنا عازفي عازفون احنا ريالتي عزاف على كيف كيفني المهم عزاف الاخوان ذولا باكل بعيني انا حر العزف ذا ورني العزف ذا وخلنا نرجع لموضوعنا يلا يا اخوان حلو يا جماعه. ايش الاشكاليه في انا اقول شو حلو والله وشو الحلو الحلا الحلا اكيد هو حلا حلو يكون وش تبغى حلو ما ادري حلا الحين هو وش ذا اللي قبل شيء انت ايش رايك يا زين ايش رايك وليد ريالتي رايي يا طول العمر الحمد لله صار في تطور كبير فرقه ونسني بدل الادوات الخارجيه صارت داخل المطبخ وانت دائما اللي انا دائما تنادي بهذا انك ايش استخدم الابداع من الموجود يعني حتى لو كان حبل ادري انك تقول حبل الحين بس هذا غلط ولا صح الحين؟ شوف الغلط بالموضوع حاجتين، اول شيء المتعه واستغلال يعني انك تصنع جوك بنفسك هذا ما نختلف عليه وامتداد فرقه ونسني اللي ايدها أنا. بس في خطأين بوجهه نظري، الاول ادوات المطبخ هذه انتم تطبخون فيها كيف تلعبون فيها بالطريقه هذه، الشيء الثاني يا طويل العمر اللي هو الشباب اللي ينشطون ليلا، يعني محسن الظاهر بنفس اليوم كان عنده مطبخ، بالمطبخ تفاعل هادي جدا محسن بن دقر بالليل التفاعل كذا، لو كان تفاعله هذا بالمطبخ أخطر. والخطأ الثالث استخدام النظارة في ضرب الزير، هذا خطأ من قواعد ضرب الزير انه لا يجب ان تلبس نظارة. نعم زير انا بالنسبة لي اشوف انه عادي، موضوع عادي ما يستاهل انه نحط له تقرير، يعني ريالتي من باب يعني من ضمن الريالتي الموجود في ازاي ريالتي يا ريس والراعي ده جايب ادوات حاطها هنا ولو كسرتوها انت خايف على ادواته ترى إيه خايف على ادوات الراعي طيب ابو علي متعاقد معي مو عشان اخرب ادواته لا في تدري شلون انت تقول خايف على ادوات الراعي سلطان الظاهر بنفس الجلسه هذه او غيرها كسر صحن موجود معهم صحن قزاز وكذا كان يستعمله بالظاهر بلعبه او شيء زي كذا واتلف صحن من اللي جايبها الراعي هنا محمد هذه من تبع مين هذه تبع مين لقيت ولا ما لقيت تعال 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 ريالتي وين ورني يا ورني الحلا ما لقيت تعال 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 اعطوه حلا يا جماعه وش حلا هلا 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 محمد منصور لا يجيني ولا بعطيه حلا ولا شيء يا جماعه والله سوقت والله سوقت تسويق كويس انا اعطيك تقول حلا ياسر محمد منصور قام في نص هذا يقول اشتهيت الحلا اصدمكم محمد منصور زميل دراسه عجيب اتشرب والله معي في الثانوي اتشرب درس معي في الثانوي نعم ما بنفس الفصل يعني كان اكبر مني بسنه كنت تعال تعال امسك والله تعال تعال حي والله ذي العيون امسك عندك بعد مشتي هلعه
كيف محمد منصور كان نفسه الصراخ ولا جا ولا والله ما كان ذاك الاحتكاك اللي بيننا كبير لكن كان قريب تعال تعال صقري انا احبه تعال كنت خوري والله دعايه جميل يلا عيال يلا يلا تستاهل عشان هذا كله من عين هاني يوم افتحنا نفسي والله عبد الرحمن اي والله عشان بكره هاي شفت نوزع عليهم حلقه جبنا لهم فوق تعال تعال في تعال زمان لازم تشارك انا اشتري لك الجميل عندكم والله حلا الكلام تفضل اليوم اعطونا حلقه العيد تبي تبي هاني خلص اكليت وهذا بس هاي لا تروح هاي لا تروح محمد محمد انتم ما تقدمون في البرنامج فاحنا قلنا بروفايلك نقدم ضمن الحلقه رياليتي عشان نعود الجمهور طيب امسك عطاط الصوره توك زينك قبل الحلقه وبكره ياسر يجي يقول ما تقدمنا لهم رياليتي وجبنا لهم طحين وجبنا لهم حلا وجبنا لهم كيكه وباقي حقك وجلدونا وكل شيء كل شيء مصر. ما اتوقع كل انت كان زميل دراسه واحد في فرقتكم دقيقه في موضوع عنده شو اسمه دخل الموضوع هيثم عند هيثم تفضل استاذ هيثم اول شيء اصبحكم بالخير وامسي على استاذ ياسر تمسي لا هو صب على استاذ ياسر هو عند المساء فقال لي عاد مشى يريد مزاحي عاد مشى هذا اشراق وجهك غرني حتى هو شافني اشبه القمر فتذكر المساء فربط الموضوع من زمان والله عنا لا صبح يا ابن الحلال وعطى الموضوع الحين صبح رجال صبح عليكم ومسى على الرجال بالخير ضاقت عيونكم في واحد قال الساعة الثانية عشر صباحا من مساء يوم الجمعة ما تهاوشوا من مسابقين ذا؟ لا لا هذا مقدم كويس تفضل طيب استاذ هاني طبعا انا عندي عتب شوي على احد الاخوان بالاعداد الخميس الماضي كنت خارج القريه يوم جيت معي صندوق من الوالده فيها رسائل للمتسابقين طبعا المتسابقين تعتبر امي امهم مرسل لكل واحد رسائل ايجابيه بخط اليد مو طباع بخط اليد من الخميس الماضي الى اليوم اليوم هكذا يقول صندوق ما ادري وين منعوني ادخله معي قالوا ادخله بكره ولا بعد بكره يوم جيت اليوم هكذا ما لقيت صندوق نهائيا هل عندك الجرأة انك تقول اسمه عندي الجرأة تفضل قل اسمه تفضل انا اخذ عندي الصندوق الى قبل ساعه قلت وين الصندوق ما حصلنا لحد الان الاستاذ حسين الفيفي حسين الفيفي اخذ مني يوم الخميس الماضي قال منعوه منع مدير الاعداد جيت عند مدير الاعداد من بكره قال خلاص بكره دخل المتسابقين ادور من يوم السبت الماضي اليوم كذا ما حصلت انا كاني شفت في ناس جالسه تقرا هالرسائل ولقت فيها مخالفات وقالوا نعطيها بعد برنامج يعني زي قولت يا فلان متابعينك صاروا كذا كانوا يعني اخبار في اشياء غير مناسبه ل طيب يقدر يقول له والله طبعا شوف يقدر يقول له والله ممنوع ان ندخلها لان شفنا فيها بعض المخالفات ما نقدر نعطيك اياها طبعا شوف بعدين ما اتوقع ان يعني يقول لك شو اسمه انها مكتوبه بخط يد ورسائل تقدر مثل ما قال ياسر انك تراجعهن واكيد يعني الاهل عارفين الوضع يعني انا خرجت يعني يومي الاشياء هذه يعني كان المفروض ياسر كلمه حلوه انه اقول كان المفروض بكل بساطه يقول له بدل ما يقول له والله ما لقينا يقدر يقول له والله في لقينا بعض المخالفات موجوده في الرسائل ما نقدر نعطيك او ترى صندوق عندنا بس ما بنوديه إيه ترى صندوق عندنا ما بس هو الحين يقول الصندوق مفقود ضايع يقول ضايع ما ندري وين طيب ايش رايكم نلعب لعبه الصندوق مفقود لعبناها اليوم لعبناها احنا متسابقين حتى مع الرعاه لعبناها لو احنا نقول لهم بتواصل مع الوالده تجيب رسالة ثانية للمتسابقين قالوا اخصم الرصيد وكلم الله يسامحك والله يسامحك انت ارد علي فكرة لاسبوعين احضر لها والله هاني في شيء وانت ضوء اخضر في بلا والله كنت اضوء ضوء اخضر عشان العب جد فيك بلا يعني ما ادري صراحة الحلا الحلا لا ما ادري انا ما كان كذا هو بسم الله عليك ولدي فيك شيء حد ساحرك حد فيك شيء لا ترى البرنامج شيء وبرك لا 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 البرنامج شيء اللي تغير لا انا اقول لك ايش اللي تغير حياتك واحد لا يا اخي وين المتسابقين ذا ولاكم متسابقين ذا اكيد انه لازم يتغير الله عليك شكرا حاتم انا مقدر شغل الاداره ويتعبون الاداره معنا ويتعبون حتى المشاهدين لكن يعني اذا مو هو قول مو موجود مو مع فلان يجي اليوم قلت حلقه بروفايلك ولا ممتاز الحين طيب شكرا لك صوتك وصل شكرا لك وننتظر الرد يعطيك العافيه طيب في نقطه مهمه وحساسه وخطيره ورائعه جدا اشكر الاستاذ احمد ال سالم الشهري أول مرة أشوف لأحمد السالم بصمة في البرنامج فرحتي تكتمل في اكتمال الوقف بادر قبل أن تغادر الصدقة تطفي غضب الرب في لوحات أيضا هنا وفي لوحات أيضا هنا الشكر ممكن أشيل هذه اللوحة يا مخرجنا الحسن الله يطيب وأيضا إيش هذه هذه لعبة ولا صدقة وقف حياتي الصدقة جميل هذا من ديب ديب أنا هذا ديب من ديب هذا من ذيب ذيب كاتب اسم بالانجليزي ذيب ذيب ها طيب هذه كلها من ابداعات سفير الوقف وسفير الوقف اليوم قدم شيء جميل انه فعل
المتسابقين وفعل اللوحات هذه. بعدين اتوقع هو اول واحد حسن اذا ما خاب ظني اللي شغل انشوده الوقف اللي صراحه دشنها سرور الروق الله يعطيه العافيه وبعدها ما عاد سمعناها هنا. يعني انتم اذا سويتوا مبادرات اطلبوا انكم تشغلونها. وهذه فرصه انه جالسين نشوف سفير للوقف له اعمال جالسين نشوفها جالسين نحسها بالقريه. اشوف كل شجره من اشجار القريه محطوط عليها لوحه من اللوحات. نعم وانا اتمنى يعني من هذا المنبر انا اخاطب الكون لا معلش انا اخاطب الوقف انهم يطلعون حسن صراحه لانه هو السفير الوحيد الحقيقي اللي يستحق ان يذهب زياره الى الوقف ونتمنى له رحله ممتعه ان شاء الله. ممتاز. قابلني حسن تو قال وليد ها كيف المبادرة؟ قلت حلوة. قال لا تغثوني تقولوا مكررة. قلت أبشرك سواها صالح قحطاني نفس الفكرة جايب لوحات وراسم ووزعناها. بس العبرة بالموضوع أن التكرار بالخير. وحتى أنا داري أنه ما درى عن الفكرة حسن لكن التكرار حتى لو بالخير جميل وبيض الله وجهك يا حسن. وفرصة نقول للناس أكيد أننا نذكر الناس ونذكر أنفسنا نسبة الوقف لا زالت دون المأمول. يعني الصدقة كلها لنفسك ما فيها أجمل من أنه يجيك خير في الدنيا وفي الآخرة خصوصا أنه كان فيه أكثر من شيء الهداية وذكروها الشباب قبل كم يوم بمشهد جميل جدا بالرياليتي تكلموا عن أنك حتى لو ساهمت مثلا 100 ريال أوكي وأسلم واحد عن طريق مكتب دوس الله يعطيهم العافية أجر صلاته تسبيحه استغفاره ومن يسلم على يده لك أنت. طيب. لا تحرم نفسك من هذا الأجر. طيب. أبا أوريكم شكل من أشكال الـ 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 الإبداع خارج المألوف. شفت المألوف هذا؟ في واحد سوى خارج المألوف. خارج الصندوق. خارج الصندوق، خارج المألوف، خارج المنتجع. بعد خارج لوكيشن التصوير، خارج الكاميرات. أبو زيدة. فلما ضاق بطن الأرض عن أن يعني ما عاد كل هذا المنتجع واللوكيشنات والكاميرات وناس تحفر وتدفن هنا وتسوي تقول متسابق يمر من هون بجيبه بلقطة من هون بلقطه من هون حتى في المسجد جايبين لك الكاميرا عرفت؟ تبطيل له كل شيء يعني طول العمر ما تكنسى الناس دول كلهم راح برا منتجع بلصدك قاعد يسبح هنشوف زيدة هنشوف هذا المقطع ونرجع نرجع يلا ايش تسوي يا ابو زيده؟ قاعد اسمح من قال لك؟ مسموح من الاداره ايش رايكم بالله يا جماعه يعني 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 تجلي 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 والله شوف هذا الانسان لطيف جدا والله انا اشوف انه يسبح خارج التيار عكس التيار يا لا يسبح ولا شيء يا رجال يا اخي يبغى يعني يتعامل بالادوات الموجوده ذليت امه بالادوات هو فقط كان يحتاج ان يغرق فنسحبه بحبل لا لا وشوف على فكره يوم اضطرينا الحبل سووها هنا الله يجزاهم خير بس سووها بطريقه غلط قاموا يسحبون بعض بالنافوره طيب ياسر انا تعرف جوي اللي قاعد تسوون شيء ما ادري وش السالفه قاعد طالع ياسر الرجال ترك اللوكيشن حق البرنامج راح اللوكيشن ذاك اللي ما في كاميرات لو جاوب جواب مهم ما ادري يقول ساله قال ليه وش جابك هنا قال الاداره قالت ايش قالت عادي اي اكيد الحين لو انا بسرق وسالتني ايش في اقول عادي راعي المحل سمح لي عادي وانا ما له دخل طبعا والله هي نفسها والله استاذا من محمود فلاح مثلا ومن محمود فلاح صح يعني ام نحن نسمع علاقة في انا يعجبني محمود يعطي اوكي دائما غب عن الفقرة غب عن الفقرة وتعال عندي عرفت اسبح واخر شيء يجلدهم محمود ويمشي يلا يبلطون البحر طيب في وحدة تقول كيف اصوت النجم الاسبوع ما عرفت لليوتيوب فهموني في شر نفس المطبخ ويا جماعة فهموهم اللي يعرف الطريقة يشرح في الهاشتاج موجود الشرح في حساب قناة بداية ممتاز موجودة طريقة الشرح كاملة وانا رتوتس الفيديو لها ملخص سريع تقدر تشرح بشكل سريع انك تدخل على البث المباشر اتوقع وتلقى علامة الاي فوق علامة الاي هذه تضغطها يطلع لك السؤال او بغض النظر اي شيء وتلقى الخيارات تضغط الخيار اللي تبيه ويوصل صوتك بس لازم تكون على ما اعتقد مشترك في قناة بداية جميل باليوتيوب طيب ياسر بسألك عن بعض شخصيات المتسابقين في برامج الواقع لكن بعد ما أخذ أبو زيدة في الكونفشن روم حياك الله الله يحييك السلام عليكم
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله استمتعتوا بس في الاولمبيات الجميله اللي اليوم. الاولمبياد 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 اوكي الأولمبياد. القصه ما فيها الله يسعدك هاني. اليوم والله كان فيني خمول شوي فقلت اني بروح اخذ لي شويه سويمينج. على قولتك اسمها سويمينج. كلام كبير كلام كبير. ليش اسمها اسمها سويمينج؟ شويه سويمينج ها اي شويه سويمينج. حلو حلو بالشطه. شويه سويمينج شويه سويمينج بالشطه. يا سلام. حلو. فالوقت تحديدا بعد صلاه العصر رحت ورحت اخذت لي خمس دقائق والله بس عشان شوية سويمينج أخذ الباور شوي أوكي؟ أوكي أخذ شوية سويمينج عشان تأخذ شوية باور. أي يعني أوكي. قوة للريلتي. أيوة أخذ قوة. دقيقة أنت قلت سويمينج صح بعدين ريلتي وش تحصل؟ ما دخل. يعني أنا سبحت عشان أي سويمينج صح. ريلتي. طيب عندي سؤال عندي سؤال. ريلتي. الآن ليش لوكيشن بلس يعني في يعني في شو يسمونها دي يعني شو اسمها دي يعني أيقونات ولا اسمها إيش دي يعني اللي لا مو باور ابغى اقول كلمه زي كذا في ايونات موجبه يعني في هناك وهنا ما في ايونات مثلا لا في مويه لأن... عندكم هنا مويه اسمح في المويه اسمع فانا والله رحت بعد العصر مباشره يا غالي احد ياك رحت متى الضفدع ما ينسى رحت بعد العصر بعد الفجر طب اقول لك الوقت انا يهمني ليش تركت اللوكيشن وقت ليش تركت البث ورحت في وقت البث لمكان اخر ليس فيه بث وتمارس شويه سويمينج عشان تاخذ شويه لان الوقت عشان تخدم لان الوقت هذا يا هاني وقت البث يكون على المطبخ بعد العصر مباشره اللي هو النتائج طيب فانا رحت هذا الوقت ورحت اخذت لي شويه سويمينج ورجعت على طول والله غيرت ورجعت انا 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 خاف تسوي شويه سويمينج بكره الدكتور فارس يسوي شويه لا لا ولا شيء وفيها شوية خصم ايوه جميل حلوة لا حرام يا حاتم والله طيب يعطيك العافية ابو زيدة الله يعافيك ابو شوك سم يقول يا صباح الخير مدري يا مساءاته حبكم لخبط افكاري وشوشها ابو شوق سم اول شيء الله يحيي الضيف اللي معكم اليوم استاذ ياسر استاذ ياسر الله يحييه الله يحييك طول عمرك المايك يا شوي الله يسعدك ابو شغال ابو شوق تفضل انت اول شيء وش جاك علي ابو شوق انا عشان ايه ايه جالس امدح اقول احمد السالم ظهر وبان وعليه الامان احمد السالم سوى له بصمه عالميه على كل حال وسوى له شغل على مستوى لكن انت تاخذ الشيء مالك فضل مالك فضل هذه فقره اني خليني اعلمك فقر كذي طلعها كذا عشان تمدحني انت ما تحب تمدحني دائم يا ابو شوق الله يعطيك العافيه ما لها دخل انت جاي البرنامج عشان امدحك وجاي البرنامج عشان تقدم ايدي شهادتك هذه تدفعني الى الامام يا ابو شوق انت معي في اليوم على كل حال غيري اولى يعطيك شهادتي لان انت برفقتنا ما تهمك لا لا كيف الكلام هذا انت اللي قلت فقره ما تقدم ولا تاخر ولا تهمني ابو شوق شيخني حادث شيوخ ابو شوق ما اسمعك يا حبيبي اقول شيخ ويخاطب شيوخ الله يطول عمرك ما له علاقه انا انسان وانت انسان وكلنا مواطنين ان شاء الله وامورنا طيبه ما في احد منا شيخ سؤالي لك يا حبيبي بصراحه انت الفقره هذه تهمك ولا ما تهمكش؟ انا بعلمك بشيء الفقره هذه طالب منك موجود يا طويل العمر السلامه انت والربع فبنتابعكم لين الله ييسر الامر السؤال يقول لي جبرك انا ما سالتك بتتابعنا ولا ما راح تتابعنا هذا قال خاص فيك تهمني في حاله واحده يا ابو شوق لا منك همشت انجازاتي العظيمه اللي ما حد يجيبها مو شرط يا احمد مو شرط ما هي سؤال فاضي ما هي الانجازات العظيمه التي حققها والله قال سالم في البرنامج والتي همشناها وسنقف الى نهايه الحلقه 16 دقيقه راح نبث الحلقه وحنا واقفين اذا كان انجازاتك عظيمه والله الذي لا اله الا هو الذي خلقني وسواني وعدلني في انجازات يلا موقف يلا عطني انجازات راح اكمل الحلقه واقف عطني انجازاتك يلا لا بالله انت تجلس ابجلس والله انت تجلس ابو شوق اسمع ابجلس اذا انجازاتك عظيمه والله انا عظيمه لكن تجلس اسمع اعطيك خلنا تجلس ما عليك يا احمد انا بفزع الله يطول عمرك يا ولد ان شاء الله شاهدني انجازات احمد خلال كم اليوم 47 ولا 46 46 يوم طيب يا اخوي الله يا اخوي طيب يا اخوي احمد ما في حاجه ثانيه احمد بسمعك تجاوب اسمعني احمد انا بخلي كل الفريق بروفايلك همون عليهم بنكمل الحلقه واقفين لعظمه انجازاتك طيب وارفع قايتي ونرفع العقال بعد احنا نتكلم خلاص بس عدد ما هي انجازاتك العظيمه ولا ترى ابنشك هنا وادري ما عندك شيء لا لا قول غير اللوحه ما شفتك اول عباره عنك تقراها قدامك هذا انجاز هذا انجاز ممتاز الامر الثاني بصمه يا طويل العمر السلامه حلو هذه فقره الامر الثالث نقدم رساله كويسه ان شاء الله لاخويانا
الامر الرابع اخوي انا منهم ضاقه ونسوي لهم وناسه كذا انا ومحسن الله يطول عمره نحمسهم ونفعلهم في الرياليتي يا ابو شوق. هي نفسها ثانيه وثالثه مش يلا ها هي نفسها. الامر الاخير انا جايك في علم انا ما عدله تشيل. لا 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 خلينا في الانجازات العظيمه. هذه انجازاتك العظيمه ما اقدر اعدها يا ابو شوق. انا اقول لك ابعدها من جديد يا جماعه. انجازات احمد ال سالم اللي اعتمد علينا العظيمه انه كتب لوحه وعلقها على النخله بيض الله وجهه. طيب وانه سوى بصمه واجب عليه انه فقره رسميه بيسويها وقيموه تقييم عادي. لا لا والانجاز الثالث انه يوسع صدر اخويا هذه وطلعت فوق النخله. هذه انجازات عظيمه. النخله هذه يا ابو شوق بها تمر كما قال ابو حنيفه. انا لي ابي حنيفه ان يمد قدميه وانا لي ان اجلس وارتاح. ما في ولا انجازات ولا شيء. ابو شوق ابو شوق اسمح لي اقول شيء. سامي ياسر سامي ياسر حبيب قلبي ممكن اتكلم؟ على راسي. الله يسعدك. اول شيء انا ماني متابع كثير للبرنامج ولا اقدر اقيمك ولا اقدر احكم عليك بمجرد اني والله حضرت الفقره. الله يطول لكن عمرك. بتكلم بشكل عام. اسلم. انت قلت كلمه انا بصراحه ما عجبتني. مساله انك تقول انا اتابع انا تكون الفقره حلوه عندي لما تذكرون حاجات تخصني وتعجبني وامدحها. ولا لا بعدين تقول خلاص تمزح. مشيناها مزح. مشيناها مزح. الشيء الثاني الشيء الثاني مساله الانتقاد ومساله المدح هذه انت لا تطلبها. افعالك ومبادرات انجازاتك العظيمه لو سمحت. انجازاتك العظيمه بس بقول لك اكمل كلامي. اسلم اسلم. انجازاتك العظيمه اللي تقدمها في البرنامج تجبر الاعضاء البروفايلك او بروفايلك بلس او اي احد يتواصل او يكون وسيط بينك وبين الجمهور هو اللي تجبره على الكلام. مثل ما مدحوا بعض المتسابقين في بعض انجازاتهم سيمدحون انجازاتك عموما. اسلم. اما مساله انه يجي متسابق عند بروفايلك يقول ليش ما مدحتوني انا ما احبذها بصراحه. قول له يلا انا يوم قلت امدحوني على كل حال افعالي مدحتني الله يطول عمرك. على كل حال امزح فيك ونعم في جميع المتسابقين. الله يسلمك المبادرات يا ياسر. انا احب يا رجال احب امزح احب اسولف. على كل حال الامر اللي بعد هذه كلها انا ومحسن على كل حال جايين في موضوع نونس اخويانا وان شاء الله ما يلحقنا عتب لا من اخويانا ولا من يشاهدنا. سم نغير الجو ونرفه شوي عن الشباب ونفسيات مضايقه. ابو شوق بعد السلام عليكم. اعمل رساله قبل تجي يا محسن. ها وش عندك؟ هذا اللي عندك بس؟ لا انا عندي شيء ثاني. قل اللي عندك. تدشين الشيلات يا ابو شوق الله يرضى عليك. ايوه احنا منشدين وعندنا شيلات نبغى ندشنها. حلو. في اليوم ما ادري ايش نبغى نشوف ندخل بوجهك عند الربع في الاداره يرتبونها ويعجلون بها والله ما ندري احنا نكمل ولا نطلع. فنبغى ندش لنا شيله على كل حال تبقى لنا ذكرى خالده ان شاء الله على مستوى برنامج الموقف. انا اوقف مع احمد ال سالم لان شفت اكثر من واحد يتكلم بخصوص الموضوع هذا. نوار اليوم الظاهر تكلم عن الموضوع. احمد ال سالم راح يطلع احمد ال سالم راح يطلع السبت هذا برايم يا ان شاء الله بعد ما دشنها يا شيخ. تكفى ما دشن. من المسؤول؟ من المسؤول؟ هو انجاز بكل بساطه. من المسؤول عن اداره اموركم وشيلاتكم واموركم؟ لا اول شيء ان شاء الله ان شاء الله تبقى يا لا تزعل ان شاء الله. اول شيء المتسابقين غلطانين 100% حلو خلاص. وعن وعشان جيتك يا ابو سالم خليتها 99% خلاص غلطكم. وانا بعلمهم بس بكره ما في فقره لكن بعد بكره بعلمكم ليش انتم غلطانين خلاص. بالصوت أبعلم الجمهور ليش انتم غلطانين بالصوت والصوره بالله. لا لا يا شيخ شيل يا شيخ. انجاز عظيم جديد. انجاز عظيم سالم جديد حلو. انجاز السادس لاحمد ارسالم من دخل المتسابقين وشالوك. اسلم الله يعطيكم العافيه. شو خلاص بس انا احمد ارسالم مبروك. هذا اخر انجاز من انجازاتك. ابو لا اخو محمد ابو شوق ابو شوق لا تكسر وجهي. طيب ابو احمد ارسالم ابو شوق احمد ارجع احمد ارسالم سامحني احمد ارسالم سامحني تكفى على الموضوع اللي صار ذا. اسمح لي بعد راسي اسمع. اسلم. انت تبغى تدشن العمل ولا تبغى تسجل العمل برا؟ والله يقول لا الله. لا لا ما في قول لا. سؤال واضح وصريح. العمل سجلته تبغى تدشنه في القريه؟ ايوه ايوه جاهز. جاهز تبغى تدشنه؟ جاهز. طيب ممتاز. اذا هذه النقطة الأولى أحمد ال سالم أنا أعتذر لك. أحب معك 100%. الأستاذ حسين الفيفي يرحم جدك السبع. تدري ليه؟ تدري ليه؟ حسين الفيفي معد المسؤول عن الفقرات التدشينات يرحم جدك السبع. جيب الصندوق أول وجيب الصندوق أول شيء حلو. الظاهر أنه مضيع شيلاتهم أنها داخل الصندوق. داخل الصندوق. داخل الصندوق الشيلات. أما بالنسبة للمتسابقين اللي ما سجلوا ويبون يسجلون عشان يدشنون شيلات عشان يطلعون برنامج هذول انا برد عليهم يوم السبت او احد ان شاء الله. بيض الله وجهك. ووري الناس. ليش بكره ايش عندك انت؟ بكره و لا تقلب المواجع.
احمد شيرتك 100% جاهزه موجوع قلبي يا رجال. ما اقدر اسكت يا ابي. وليد بكره ما في بروفايلك بس وليد. ما اقدر اسمع وليد شيرتك يا هل هذا كذب؟ ها وليد شيرتك. دقيقه دقيقه احمد سالم دقيقه احمد سالم. هل هذا كذب؟ ها هل هذا كذب؟ اي والله. هل تكذب العيون؟ الله نعم تكذب الدموع. ايوه. طيب سؤال احمد بكل امانه شيرتك جاهزه؟ والله لا اله الا هو موجود. والله انتم دائما تقولون خذ الحق والشهاده تلقون عند اخوياك يقولون شيره احمد ما هي جاهزه. ماذا يقول؟ لا لا ما قال كلام. اسمع محمد المنصور ايش يقول؟ يا ابو منصور بيني حرب ثائره من اول. بس ختام الموضوع خلال الاسبوع ما نشوف بالليل مثلا غير الفقرات الرسميه شيء مهم مبادره خارجية جاية ما في شيء. ليش يا حسين ما تدشن للشباب؟ كل اللي تحتاجه يعني راضين بنفس السيف حق الصقري راضين. الرجال ما تدري اي واحد منهم ممكن يطلع ابراهيم وتكون انت سبب يا حسين في عدم اكتمال حلمه. وليد. لا لا احمد سالم اصبر. وليد اصبر يا احمد سالم. قل لا اله الا الله. حق شاكر ومقدر لك محسن. بعد السلام عليكم مساكم بخير جميعا. قبل السلام عليكم استاذ محسن انا صراحه اقول لك تهاني ايضا فريق الاعداد. محسن انت انسان الاخوان في الاداره راح يدشنون جائزه جديده في موضوع النوم صراحه تستحقها. 17 ساعه ينام اربع ساعات بس اربع ساعات يا ياسر اربع ساعات يعني يجي اربع ساعات يكسر الدنيا ياكل بعدين اسمع بعدين ابعلمك عليك مو اربع ساعات ورا بعض لا عشان البور ساعة يجي ينام ثلاث ساعات ساعة هو ساعة وساعة اي ساعة ساعة وسبع ساعة هاني بعلمك المشكلة شو اللي مشكلة النوم ليه؟ حلو متى دخلت هي الحياة أمس بس؟ أبو وشو؟ هي الحياة متى دخلتها أمس؟ هي الحياة أمس دخلت على نهاية الفقرة ليت لا مو بعد نهايتها أنت دخلت في الوقت بس هم بكروا لا لا أنا أقول لك أنا تأخرت على الفقرة طيب اسلم عطني ابى اعلمك سبب النوم ابو كاتم يقول المكيف تطفي الساعه 2 صح؟ الشباب المكيف يطفي الساعه 2 اي الساعه 2 قال 2 بالضبط قلنا له غدا العصر قال لا 2 عندنا واحد موجود في الاعداد الله يجزاه خير يطفي المكيف ورا صلاه الظهر لما نصلي ونرجع يطفي المكيف حلو؟ يقول يا شباب اذا تبون هواء يتكلم في السبيكر يقول تبون اذا طفى المكيف يا شباب نقول ايه يقول تبون هواء نقول ايه يقول ينفخ من السبيكر والله العظيم يا اسمع يا اختصار وليد اختصار والله لا والله والله هذا احنا ما ننام من الناس عيد لا لا بقى وقت دقيقه ايش يقول؟ يقول يا شباب المكيف طافي احنا الساعه 12 ايوه نقول ايه يقول تبون هواء نقول ايه ينفخ بالله اي والله ينفخ في السبيكر طيب شوف الموضوع هذا ممكن هنا يصير كوميدي لكن اذا كان فعلا من المعد اي والله العظيم لحظه بكمل كامل يا مساء اذا كان المكيف القرار انه يطفي الساعه 2 ما لك اي حق مهما كانت الظروف الا الشباب اللي عليهم مطبخ ينسحبون اليوم طيب هذا اليوم بس هذا اليوم بس يا محسن انت هذا ظالم متى كان عندك مطبخ يوم الاربعاء صح؟ صحيح انسحبت ما كملت تقييم متى قمت؟ هو صار له اسبوع يطفي المكيف لا 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 طيب يوم التقييم متى قمت؟ لا انا التقييم ما عاد احضر التقييم انا غاسل ايدي من خلاص خليني غسلت انا غاسل ايدي ابو علي متى قمت يا محسن؟ متى قمت؟ ذاك اليوم حق المطبخ متى قمت يا محسن؟ قمت على بدايه الفقره الان لا بالليل وليد ما انسحبت ونمت اخر الليل طيب وليد يعني مشكله ما هي مشكله تكييف محسن يا رجل محسن هلا محسن عشان من بعد صلاه الظهر لساعتين هالساعتين هذه تعوضها ب 17 ساعه نوم وتطلع اربع ساعات بث ترى اسمع محسن جمعنا بثك على الهواء في اليوم الكامل طلع المعدل حقه 3 ساعات من 4 ساعات يا شباب الله يرحم والديك مسكر الباب يا حاتم ما رايك في المعدل اللي يقول اقسم يا اخي هذا دندون هذا ظالم من الدرجه الاولى بس يا اخي انا يعجبني نوعيه الظلم هذا يقهرم ما في والله العظيم يا حبيبي والله العظيم بس والله عجبتني طيب محسن لا صدقني محسن انا كفي يا محسن انا كفي لك يا محسن اسبوع اسبوع والله انا كفي لك ابى اخليه بكره ينفخ يقول ما من مرطب خلاص ما راح ينفخ في هذا هاني قسما بالله ان الذبان لو تشوف الشوم متجمع علينا واحنا نايمين انشد الشباب هذا ما راح يسمع انا الذبان الذبان من الحر ما الذبان يدور ساير عشان يسوي معاريه يبي يطلع هواء اليوم يبي اسمع الذبان بيسوي شعاع غوركم
طلعوهم هنا خلوا سايري سايري ما مسجل في العقد عادي يجون. انا اليوم دخلت في يوم طفى المكيف علينا ورصات الظهر رحت نمت في الشيبان دخل علي السويلم قال قوم 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 بسرعة الشيخ عايض القرني بيجي والله العظيم وانا نايم والله يا محسن وانا قمت محسن وقت العركض ودخلت محسن وش الذنب اللي سويته؟ اهلك ما جو بغيت تطيح فوق الجزار المعد يقول هذا يقول لك الشيخ هذا يذكرني والله. طيب شوف بس قبل لا نختم موضوع مهم بس طيب بس محسن رائد العتب ما هو بس من هنا العتب من برا كثير على نومكم انتم ما انتم جايين تنامون وقلتها لكم انا يوم انا قلت لكم يوم انكم تصورون التقرير يا شباب النوم ما انتم جايين عشان تنامون جايين عشان الناس خلاص انت وقتي انت وقتي احنا كنا محسن موضوع الصحون احنا كنا راح الصباح طيب موضوع الصحون ممكن تبرر عليه في الرياليتي باختصار بيحس بندمها بعد البرنامج وقت النوم هذا بيحس بندمها بعد البرنامج بعد البرنامج طيب عشان احنا نحس ما نحس بندم الوقت في رمضان احنا موعدين بعمل درامي على شاشه بدايه هنا. مسلسل عابر سبيل اول عابر عمل سبيل. اول عمل درامي تقريبا في قناه بدايه اكشن درامي فكرته مختلفه ان شاء الله وهو تقريبا من اوائل المسلسلات اللي تتحدث عن الاوقاف بشكل غير مباشر في بعض مشاهدها وهذه فكره جديده يعني بطوله من الحمد لله بطوله محدثكم وايضا كاست جميل من جمهوريه مصر العربيه من إنتاج مؤسسة رياضة إعلام في قيادة الأخ رياضة فريجي من إخراج رايد إسماعيل من تأليف رايد إسماعيل بطولة عدد الممثلين اللي ما شاء الله من خريجين معهد ما شاء الله المصورين من أيضا خريجين معهد بص يا رئيس أنا بثق فيك مسلسل حيكسر الدنيا ولا مش حيكسر الدنيا بإذن الله تعالى المسلسل أنت قلت إن خريجين معهد الفنون معهد الممثلين في مصر طيب يعني اللهجة اللي راح تكون طاغية بالعمل المصرية طبعا العمل 90% منه كاست مصري لكن لا يعني ان الخط السير فيه خط مصري لا هي القصه تختصر كم حلقه ولا اقول لكم ما راح احرق القصه كم حلقه 30 حلقه قصه زي ما قلت لكم جديده مثيره في كل مشهد من مشاهدها ستمسك انفاسك ما هي مبالغه لا هي النص حقيقه من طلعت عليه قبل ما اصوره وانا اتشوق لاجل زمان ودنا انه يعرض على بدايه عمل درامي باذن الله تعالى وهي مساله تاسيس وللمعلوميه مؤسسه رياض الاعلام ليس اول عمل هذا لها ان شاء الله ستفتح البادره ان شاء الله في اعمال قادمه مع قناه بدايه وايضا قنوات اخرى والشباب الممثلين في برامج الرياليتي وفي بعض الناس اشوفهم قاعد يرشحوا لي لا المسلسل تصور تقريبا 99% بما انه كان راح يعرض هنا بعد على قناه بدايه ليش ما استعملته او يعني هو شارك هو معكم الممثلين المسلسل المؤسسه تنتج أوكي. وعرضت علينا العمل نعم. بعد انتاجه لكن في الان شغل على مسلسلات قادمه بإذن راح الله. تكون لنجوم برامج الواقع اللي في بدايه جميل وهذا اللي نامله ممكن نلقى نجوم زي سعود فهد زي الممثلين اللي المعروفين اللي في اعضاء بروفايل احنا نصلح نمثل نجد اي شيء نقدم رياليتي نشارك الواقع نجوم في كل مكان والله تعبنا من النجوميه هذه حتى رياليتي نقدمها فبإذن الله بشكل مختصر بإذن الله أن يكون مسلسل متميز بحول الله ويلقى نجاح وهذا اللي أنا أتوقع وآمل بإذن الله تعالى في بس معلش أنا في خاطري حاجة بس اتفضل نجوم اسمها حقة النخيل اللي فيها التمر عجوادي كرم النخيل ما وينكم يا أخوان كرم النخيل ما في شيء نبغى نتكلم عنكم والله ذاك اليوم العجوة والله العظيم أنها طيبة بس اختفوا ما أدري السالفة ولا موجودين هنا موجودين عندنا لا لا ليش انت ليش الحين ليش توجه للضيافه صح انا شفتهم وين الضيافه المشكله ممكن الضيافه لاني انا شفت الظهر قاعدين شباب يتكلمون فيها وعندهم وش الاسماء اللي شدتك برنامج حياتك ثاني والله كثير انا ما اقدر اسمع حد يعني مثلا ترى على فكره شدتني مو معناته انهم ايجابيين 100% ممكن شدني انه مثير للجدل يعني في احمد منصور محمد منصور عفوا دارس معاه النظام اللي دارس معاه اسمه محمد الشيري لا والله العظيم والله انا ملخبط بين احمد وحمد حاتم فالمهم خلينا نكمل الاسماء حاتم الشيري ساير سلطان لا اله الا الله ايوب محمد اللي خرج محمد الحارثي كان من الاسماء القويه ايوب المرزوق اللي خرج ايضا عبد الرحمن السويل كان من الاسماء القويه جدا ونعرف الموجودين كلهم باذن الله انهم يبذلون جهد سؤال ترى على فكره في فرق بين الشخصيه والموهبه طيب سؤال يعني. تعرف متسابق اسمه بجد؟ مين؟ بجد؟ سمعت يراك ما اعرف والله طيب تعرف واحد اسمه عبد الله السف؟ لا برضه سمعت فيه طيب تعرف واحد برضه واضح انت ما تعرفهم بس عشان ما تدخل سمعت فيه سمعت تعرف واحد اسمه نوار؟ نوار سمعت فيه لان اسمه مميز اي سمعت فيه طيب تعرف واحد اسمه ناصر؟ ناصر ايش؟ متسابق عبد ناصر القمي
اي لا لا عارفه من قبل البرنامج يعني. بس تعرف البرنامج؟ وقت للاسف حاولت اني اشوف لبعض المقاطع لكن ما هو تحدث عن حاله. انا باقي انتظر الحاجه اللي جت، باقي انتظر الشيء اللي برز فيه، لكن باذن الله الايام قادمه. انا خوفي يفوت القطار ويطلع من برنامج يقول يا ليتني قدمت. انا اتكلم عن الجميع. اتحداك تعرف واحد اسمه تركي الموسى؟ ايه ما يحتاج. واضح صح؟ شوف كيف قال ايه ايه. المعلومية تركي موسى عجبني جدا 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 في تقديمه للحفل. يا سلام بيض الله وجهك. انتهى الكلام، انتهى الكلام. 10 ثواني. شكرا لك استاذ ياسر، شرفتنا اليوم، كلنا شوق لحضورك دائما حبيبي. الله يسعدك، بس عطنا من وقتك. الله يسعدكم، انا اتشرف والله. هذه قناه. شكرا لك وليد. شكرا. شكرا لك استاذ حاتم. تعرفون طبعا تعرفين بكره وش في يعني. يعني بكره بعد ما في شيء بعد يوم هذا نلقاكم ان شاء الله. ابراهيم اتوقع انه سيكون من العيار الثقيل يوم السبت القادم. ألقاكم بعد ذلك البرايم في حلقة بروفايلك عند الساعة 1 من صباح مساء يوم السبت. شكرا لكم.